وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. أهلا بك إياد، تفاصيل إضافية عما يدور الآن في هذه الوقفات الاحتجاجية. نعم، نستطيع أولا القول بأن الأعداد لم تعد بالمئات في هذا الوقت، وأنها تتصاعد وتصاعدت كثيرا، فبل أصبحت بالشوارع نرى أعداد بالألاف. أما كما تشاهدين الآن نحن أمام المحكمة العليا نقف، هناك الألاف من أنصار ترامب، إضافة إلى عشرات الألاف من أنصار ترامب يقفون في ساحة تسمى فريدم بلازا، تبعد عنا ما يقارب 15 دقيقة مشيا على الأقدام. المتظاهرون في شوارع العاصمة ينددون اليوم بنتائج الانتخابات، ويقولون بأن هذه الانتخابات مسروقة، وأنه تم تزويرها، وأنه يجب شطب النتائج التي ظهرت في أربع ولايات، كما أنهم كذلك نددوا بقرار المحكمة العليا. لذلك بالمظاهرة المليونية الأولى التي وقعت قبل نحو شهر في مدينة واشنطن لذات المطالبات، بدأت من فريدم بلازا وتوجهت إلى المحكمة العليا، لكن اليوم نشاهد هناك تجمعات كثيرة، وهناك تجمع كبير أمام المحكمة العليا، لأن المحكمة العليا بالأمس قررت عدم قبول الشكوى التي تقدمت بها ولاية تكساس. هذا ما يجري الآن، المتظاهرون يقولون بأن الرئيس ترامب يجب أن يبقى دورة ثانية في البيت الأبيض، كما أنهم قاموا بالنشيد الوطني الأمريكي وهتفوا بأن أمريكا أولا، إضافة إلى ذلك فإن عدد قليل من أنصار الرئيس من أنصار الرئيس المنتخب جو بايدن يتجمعون بالوقت الحالي بالقرب من البيت الأبيض، لكن أعدادهم يعني لا تصل إلى الألاف، ولكنها بالمئات فقط. التخوفات من أن يتم وقع في الشهر الماضي من أي احتكاك بين الطرفين، هذه التخوفات. لذلك هناك إغلاقات أمنية كبيرة في شوارع العاصمة من قبل الشرطة المحلية. شكرا جزيلا لك إياد الجغبير، كنت معنا مباشرة من واشنطن.